ناس دورهم عالمي ودولي يعني يشوفوا الحقيقة فين ويعرضوها ويشوفوا الخطأ فين أيضا ويتعرضوا ليه. لذلك أنا بحيي مرة أخرى وفد خبراء الأمم المتحدة برئاسة السيدة ساري البلد ووفد المجتمع العالمي للسيادة المحترمية الذي يضم كبار رجال الرياضة وكبار أيضا نساء الرياضة في العالم وفي أوروبا على وجه التحديد. الرئيس سيسي ليكون ويتظرونه ليكون قائد هذه المنطقة.